تامر بيه عايز حضرتك تحت. قولي له هغير هدومي وانزله. حاضر. بصي يا تيمو، احنا مش هينفع نشوف بعض تاني. مش هتسيبي كامل صح؟ طب انا مش موافق. نعم؟ ايوه مش موافق. كامل خانك. انت اصلا ازاي هتكملي معاه بعد كل ده؟ وبعدين شيري، هو عمره ما يحبك قدي. وعشان تعرفي انا بحبك قد ايه؟ لحظة. ايه ده؟ انا ما كنتش عارف ان ذوقك حلو كده. مفيش حاجة تغلى عليك. جبته منين؟ ايه اللي جبته منين؟ جبته عادي. اوعى تكون سرقته مننا. لا لا، سرقته مننا ايه؟ لا لا، انت اول ايد تلمسه. برضه جبته منين؟ ده غالي قوي. مفيش حاجه تغلى عليكي. بعدين مالكيش دعوه بقى جبته منين، المهم ان انا جايبه لك انت عشان تعرفي انا بحبك قد ايه. تيمو لا، بس برضه مش هينفع. لا 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 لا، عشان خاطري ما تعمليش كده. عشان خاطري. اهلا يا نوال هاني. شريهان هاني موجوده؟ اه يا فندم موجوده، اتفضلي. نانا شري. معلش يا شيف، انا ما لقيتش حد غيرك افضفض معاك. وانا جيت لك في وقت غير مناسب ولا حاجه؟ لا ابدا يا حبيبتي، خير. قولي. انا عرفت تامر بيعمل ايه. بيعمل ايه؟ في حاجه غلط. اكيد بيعمل حاجه غلط، متغير جدا. نانا انت كل مره بتقولي كده وبيطلع ما فيش اي حاجه، ثم ان ده سنه، يعني مش كل شويه هتقلقي. لا 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 لا، المره دي غير كل مره خالص، اكيد في حاجه. مش معنى تامر سحب مبلغ كبير قوي من دفتر التوفير بتاعه والبنك كلموني، بجد ما صدقتش. اكيد بياخد مخدرات. مخدرات ايه؟ ايه نانا اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا تامر ما يعملش كده ابدا. امال هو سحب المبلغ الكبير ده قوي بيعمل بيه ايه؟ اكيد سحبه عشان اي حاجه تانية يعني، بس مخدرات لا. انا مش قادره اصدق، انا بجد بجد متعصبه، مش عارفه اواجهه ازاي. لا يا شيري انا تعبانه قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا حبيبتي، اهدي. اخلي فتحيه تعمل لك ليمونادة ولا اقول لك تروحي البيت ترتاحي احسن؟ لا لا خلاص، مفيش لزوم. ايه ده؟ جبتيه امتى ده؟ ده رخيص، ده هديه. واو حلو قوي ده، اكيد كامل جابهولك عشان صالحك بيه. سيب المخاتم خالص، هنعمل ايه في موضوع مخدرات تامر؟ مش عارفه يا شيري، مش عارفه، الموضوع ده هيجنني، مش عارفه، مش عارفه افكر. تيمو خد الخاتم رجعه، انا مش هينفع اخده. هو ده اللي انت جاي تقابليني علشانه؟ ايوه، رجعه وخد فلوسه ورجعها لنا. دي مجنونه، دي فاكراني مدمن بجد. ايوه يا تيمو، عشان مفيش حد في سنك بيجيب حاجات بالمبلغ ده. ايه شيري، انا مش عيل صغير. انت مش عيل صغير، انت راجل وراجل كبير وكل حاجه، بس خلاص احنا حكايتنا لازم تخلص. انا وكامل هنرجع لبعض. ازاي ده خاين؟ بص يا تيمو، في حاجات في الدنيا دي لما هتكبر هتفهمها، مش كل حاجه لازم تمشي زي ما احنا عايزين، ساعات بنضطر ان احنا نسامح وننسى عشان كل حاجه ما تتهدش. طب وانا؟ انا اسفه يا تيمو، انا ما كنتش متخيله ان انت هتتعلق بيا قوي كده. هتعلق بيكي شيريهان؟ انا بحبك، انا بجد بحبك. انت قلت لي بلاش شقه الدقي، قلت لك موافق. قلت لي بلاش حد يشوفنا مع بعض، قلت لك برضه موافق. شيري انا هعمل كل اللي انت عايزاه، بس انا عايز ابقى معاكي. شيري انا عمري ما حسيت ده مع اي بنت تانية. تيمو انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ لا عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه يا ابني كل ما اروح اسال عليك يقولوا لي مش فاضي مش فاضي. لا لا يا رب ما اكون قلت. شيري اللي هعمله دلوقتي انا مش هستأمن اي حد اعمله معاه غيرك. انت ناويه تعملي ايه؟ بصي احنا هنفتش البيت حته حته، انا عاوزه اعرف تامر مخبي المخدرات فين. انت جايباني هنا عشان نفتش في حاجه الولد؟ ما انا اعمل ايه يعني؟ ما انا فتشت في كل حته مش لاقي اي حاجه، وبعدين قلت اكلمك.
ما انت برضو يا شيري وانت صغيره كنت مصيبه، واكيد اكيد وانت في سنه كنت بتخبي الحاجات كده في اماكن ما حدش يعرفها. نعم انا قصدي السجاير والمجلات وكده. بقول لك ايه، احنا هندخل اوضته دلوقتي ونفتشها حته حته. هو قال لي انه هيتاخر. لا لا انا مش موافقه خالص على اللي انت عايزه تعمليه ده يا نانا. لا امال اعمل ايه يعني؟ معرفش، بس لو تيمو عرف مش هيثق فيكي ابدا وهتخسريه للابد. شيري انت هتساعديني ولا لا؟ انا اصلا خايفه اعمل ده لوحدي، وبعدين ما عنديش حل تاني. بصي هو تامر عنده نقطه، ايوه انا كنت دايما ادخل الاقيه بيشخبط وبيكتب فيها كده، بس عمري ما سالته انت بتكتب فيها ايه. لا لا انت عارفه انا مره فتشت في نوته مذكرات ليلى قطعتني. لا ما انا لازم اعرف النوته دي فيها ايه، اكيد اكيد فيها حاجه. انا دخلت قلت لك يا نانا لو عرف انك شفتي حاجته هتخسريه. كل يوم بلاقيه بيكتب فيها. هي فين؟ هي فين؟ مش لاقي حاجه. بلاش يا نانا بلاش. استني ممكن الاقيها هنا. اكيد كاتب حاجه عن المخدرات. ايه ده؟ هو فعلا بيكتب فيها كل يوم؟ اه كل يوم. هي فين؟ هي فين؟ 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 فين فين؟ اهي اهي. انا اموت واعرف الاسرار اللي فيها ايه. طيب اقول لك، خدي افتحيها انت يلا. ما على الاقل يعني لو عرف وسالني وحب يحلفني اكون بحلف صدق واقول له انا ما شفتش حاجه. ايه شيري شفتي ايه؟ عادي كلام مراهقين عادي. اه بس انت مخضوضه قوي. لا وريني وشك اتخطف كده. مش وريني. لا مخطوف عادي عشان قريت اسرار مش المفروض اقراها خالص. اسرار ايه؟ وريني بس انا اشوف. اقول لك على حاجه، انا هفتحها بقى واللي يحصل حاجه. الله مالك يا شيري في ايه؟ انا عرفت كمان بيخوني مع مين. مع مين؟ جميله الشامي. جميله الشامي بنت رجاء الشامي؟ صغيرة قوي عليه. بس طلعت شاطرة قوي. ايوه ايوه سيمو حكى لي عنها وقال ايه؟ انا كنت خايفة على تيمو منها. لا ما تخافيش، طلعت بتحب الشعر الابيض. طب ما قلتيش من بدري ليه؟ تيمو انت ايه اللي جابك؟ انتوا بتعملوا ايه في اوضتي؟ انت ازاي تفتحي النوتة بتاعتي اصلا؟ انا ما تخافش يا تيمو، محدش قرا فينا ولا حرف من النوتة بتاعتك دي، حتى ماما ما لحقتش تفتحها. صح يا نانا؟ صح صح والله العظيم والله العظيم ما شفت حاجة والله العظيم. وأنا قلت لك ما بشربش مخدرات، وبعدين أنا حر في فلوسي، ده الورث بتاعي من بابا، ومحدش ليه دعوة أنا بصرفه فين، عشان أنا مش صغير. هاتي النوتة بتاعتي. أوف تيمو تيمو استنى بقى. ولد يا تيمو استنى. شفتي؟ مش قلت لك؟ يا تيمو.